أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هناك من يقول إن قبر النبي صلى الله عليه وسلم داخل المسجد النبوي، فلماذا لا يخرج من المسجد مع أن الصلاة في المسجد الذي فيه قبر لا تجوز؟ هذا جاهل مرتب لا يدري. قبر الرسول ما كان في المسجد، كان مدفون في بيته خارج المسجد، مدفون في بيته خارج المسجد عليه الصلاة والسلام، من أجل المحافظة عليه من الغلو، لأنه لو دفن بارزا لتدافع عليه الناس وتهالكوا عليه الجهال، فهو حفظ له، دفن في بيته عليه الصلاة والسلام. قالت عائشة: ولولا ذلك لأبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. وإنما أدخلت الحجرة، ما أدخل القبر، أدخلت الحجرة في المسجد لما وسع في عهد الوليد بن عبد الملك، أدخلت الحجرة، والقبر في داخل الحجرة ولا يراه أحد ولا يصل إليه أحد، كحالته أول ما دفن عليه الصلاة والسلام. نعم.